بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرة أخرى مع بيالي ريكومبخوندر، طبعا نستأنف مع لي بليزير دو لا نيج كما رأينا فيما سبق. سي ليفير لو سيال اي غري لو فون اي ميشون كوم قالو إل مور لي دوا دي جون إل مور لي زوراي إي لو بو دو ني. جيروم اي مادلين روغارد طومبي لا نيج كوم سي بو تو سي فلوكو كي توربيون. Elle se pose doucement sur la terre. Pour mieux voir, Jérôme aplatit son nez sur la vitre. Bientôt tout est blanc, au dehors. Alors Jérôme dit, « Je sors faire des boules et un bonhomme de neige. » Jérôme prend de la neige et en fait une boule. Jérôme prend de la neige et en fait une boule. Puis il fait rouler cette boule devant lui. Comme la neige est froide, de temps en temps, Jérôme souffle sur ses doigts. Pour les réchauffer. À mesure que la boule roule, elle grossit. La voix est grosse, comme une marmite. Ce sera le ventre du bonhomme de neige. Jérôme pique dans la boule deux bâtons. Ce seront les deux bras. Puis il roule une boule plus petite qu'elle place sur la première. Cette petite boule sera la tête. Et donc, comme on l'a dit, Jérôme, il y a une boule qui a été faite pour la bâton. رجل الثلج ثم يدحرج أخرى صغيرة أصغر منها فيضعها فوق الأولى ثم يغرس غصيتين في هاد الكرة الكبيرة. جيروم يجوت أن تخي غوني دو نيج. جيروم يجوت، طبعا جيروم أنه يضيف، طبعا عندنا هنا لو فيرب أجوتي، قلنا لو فيرب أجوتي عندنا فيها الأضافة. جيروم يجوت إذن جيروم أنه يضيف له. هاد إيكغيك أش تعوض لنا هنا؟ هاد إيكغيك تتعوض لنا واحد الكلمة اللي ما بغيناش نعودوها ولكن أضيف قبلها أ. الأصل أشنو غنقولو هنا؟ إلا ما بغيناش نوضعو هاد إيكغيك وبغينا نخليو التكرار، أشنو غنقولو؟ غنقولو جيروم أجوت، جيروم أجوت أسيت بول. هاد بول دو نيج مثلا، إذا جيروم يضيف لهاد الكرة من الثلج أو لهذه الكرة، إذا نقول جيروم أجوت أسيت بول. إذا نقول جيروم أجوت أسيت بول، أنه يضيف لهاد الكرة. أو أسيت بول دو نيج، طبعا جيروم أنه يضيف لهاد الكرة أسيت بول دو نيج، لهاد الكرة من الثلج. إذا عندنا هاد بول اللي ذكرنا من قبل مضافة إليه كلمات، وممكن أنها تكون فقط مسبوقة بهاد أ. ممكن أننا نقول جيروم أجوت على بول، يعني أن جيروم يضيف للكرة، ولكن ممكن أننا نقول أيضا جيروم أجوت أسيت بول دو نيج، جيروم يضيف لهاد الكرة من الثلج. إذا طبعا هاد العبارة اللي فيها كلمة بول طبعا مع كلمة أخرى ممكن أننا نضيفها، ثم الذي هم أنها مسبوقة بهاد أ. إذا طبعا كل هاد الكلمات تعوض بهاد إيكغيك. إذا طبعا كما نلاحظون جيروم يجوت أن تخي غون ني دو نيج، إذا جيروم يضيف لها أن تخي غو، يعني كما نقول ضخم جدا. ما هو الضخم جدا؟ ني، يعني أنف. إذا جيروم يضيف لها أنف ضخم جدا دو نيج، من الثلج. جيروم يجوت أن تخي غو ني دو نيج، جيروم يضيف لها أنف ضخم جدا من الثلج. دو شاك كوتي دو سوني، دو شاك كوتي دو سوني، من كل جانب لهذا الأنف الذي أضافه طبعا. إل أنفونس على لا بلاس دي زيو، إل أنفونس أنه يغرز، كما نقول أنه يغرز. إل أنفونس طبعا عندنا هنا لو فيرب أنفونسي، إل أنفونس يعني أنه يغرز على لا بلاس دي زيو، يغرز في مكان العينين. طبعا كما تلاحظوا هنا، كما تلاحظوا هنا بأن جيروم يضع كرة صغيرة فوق الكرة الكبيرة، وهذه ستكون الرأس. طبعا وضع الأنف كما نلاحظ هنا
كما قلنا جيروم ياجوت ان تري غرون ني دو نيج، كما تلاحظوا هنا بان جيروم اضاف لها انفا ضخما من الثلج. اذا نتكلم عن كره صغيره اصغر من الثانيه وضعها على شكل انف. ثم ماذا وضع ايضا؟ دو شاك كوتي دو سوني، من كل جانب لهذا الانف. طبعا نتكلم عن هذا الانف، من كل جانب المقصود من جانبي. ماذا وضع؟ اي لونفونس على بلاس دي زيو، يعني هو يغرز في مكان العينين دو مورسو دو شاربون، يغرز قطعتين من الفحم. اي لونفونس على بلاس دي زيو دو مورسو دو شاربون، يغرز على جانبي الانف، يغرز ماذا؟ دو مورسو دو شاربون، قطعتين من الفحم. جيرون في دي بول دو نيج اي ايل كومونس ان بومباردومون. جيرون في دي بول دو نيج، طبعا بعد هذا جيرون يعمل كريات من الثلج، المقصود انه يصنع كريات من الثلج. ايل كومونس ان بومباردومون، ثم يبدا قذف، ثم يبدا بالقذف، ثم يبدا قذفا كما عندنا هنا، ثم يبدا قذفا. طبعا كما تلاحظوا هنا ان بومباردومون لو فيرب بومباردي، تنتكلموا على هذه القضيه. سي لونسي دي بومب او دوطخ اوبجي، يعني انك ترسل قنابل. تنتكلموا على، نتكلم عن لي بومب ومنها بومباردي، كما نقول انك تقذف بالقنابل. او دوطخ اوبجي، ممكن اننا نقيس على هذا اشياء اخرى نقذف بها. دوطخ بروجيكتيل، ممكن اننا نرسل قذائف اخرى، نرسل صواريخ اخرى الى غير ذلك. ici اذا هنا طبعا جيروم لا يرسل قنابل ولا يرسل صواريخ او يرسل اشياء اخرى، يرسل ماذا؟ ici هنا جيروم بومبارد سون بونوم دو نيج، اذا جيروم انه يقذف رجله من الثلج. المقصود هنا انه يقذف الرجل الذي صنعه من الثلج افيك كوا، بماذا؟ طبعا انه يقذفها افيك دي بول دو نيج. اذا طبعا هو يقذف هذا الرجل من الثلج افيك دي بول دو نيج، اذا هو يقذف رجل الثلج بهاد كريات الثلج. اذا هو صنع كريات اخرى غير التي صنع منها رجل الثلج، ياخذ كريات صغيره ثم يقذف بها رجل الثلج. جيروم في دي بول دو نيج، اذا جيروم يفعل او يصنع كريات من الثلج. ايل كومونس ان بومباردومون، ثم يبدا قذفا. اون بول سوكول سور لو ني، اون بول سوكول سور لو ني، سوكول يعني ان تلتصق، كره تلتصق سور لو ني على الانف. نتكلم عن الكره الصغيره التي وضعها هنا على شكل انف، الكره التي قذف بها رجل الثلج تلتصق بالانف. ثم ماذا؟ اون بول سوكول سور لو ني دي بونوم، اذا طبعا كره تلتصق بانف رجل الثلج، رجل الثلج. اون اوتر لوي فيرم ان اوي، اون اوتر لوي فيرم ان اوي، ثم اخرى تغمض له العين. ثم اخرى اون اوتر، المقصود هنا اون اوتر بول، كره اخرى. عندنا هنا اخرى، المقصود كره اخرى. لوي فيرم ان اوي، تغلق له، لوي فيرم تغلق له، تغلق لمن؟ تغلق لمن؟ تغلق لرجل الثلج، المقصود انها ستسقط له عينه المصنوعه من الفحم. اذا اون اوتر لوي فيرم ان اوي، اون اوتر لوي فيرم ان اوي، ثم اخرى تغمض له العين، المقصود انها تخفيها او تسقطها. اون ديرنيير، ثم اخيره، ثم اخيره، المقصود هنا اون ديرنيير، اون ديرنيير بول، إذا نتكلم عن أخيرة، المقصود كرة أخيرة. أون في في النهاية، لوي أمبورت لا تيت، لوي أمبورت لا تيت، يعني أن تأخذ له الرأس، والكرة الأخيرة طبعا تأخذ له الرأس، المقصود أن تسقط الرأس. ثم جيروم بوس ديكري، جيروم بوس ديكري، جيروم يدفع صرخات. جيروم بوس، طبعا عندنا هنا لو فيغ بوسي، جيروم بوس، إذا جيروم يدفع. طبعا نتكلم على لو فيغ بوسي، بوسي اون فواتور، يعني أنك تدفع سيارة. هنا جيروم بوس،
يعني انه يدفع ماذا؟ جيروم بوز ديكري. اذا جيروم يدفع صراخات، المقصود بانه يبدا في الصراخ، المقصود انه يبدا في الصراخ، كما لو انه يدفع هذه الاصوات لتخرج، المقصود انه يطلق صراخات. جيروم بوز ديكري دو فيكتوار، جيروم يطلق صراخات الفوز. جيروم بوز ديكري دو فيكتوار، اذا جيروم يطلق صراخات الفوز، كانه انتصر على هذا رجل الثلج. نلتقي في فقرة قادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.